كتير من الدول النامية بتلجأ إنها تاخد قروض من حاجة اسمها البنك الدولي عشان تنقذ الاقتصاد بتاعها. الحقيقة إن الدول دي كلها مفيش تقريبا بنسبة 13% بس هي الدول دي اللي قدرت تسد القرض ده. بتاخد قرض بس بشوية شروط، الشروط دي بتبقى بيفرضها البنك الدولي على الدولة اللي هتاخد القرض. الشروط دي بتبقى عبارة عن مثلا إنك هترفع الدعم عن المواطن، أو إنك ما تخليش التعليم مجاني في 100%، أو إنك تخصص بعض الشركات العامة وتسرح العمال اللي فيها، وغيرها من الشروط اللي بتأثر بيها سكان الدولة اللي أخدت القرض ده. الحقيقة المزعجة إن مفيش دولة بتسد القرض بتاعها، وإن في فترة قصيرة جدا بتتحول الدولة دي دولة رأسمالية بتختفي فيها الطبقة المتوسطة وبتزيد فيها البطالة والفقر. بالظبط زي ما حصل في البرازيل في الثمانينات، إن 20% من الشعب بدأ يمتلك 80% من الدولة، وإن أكتر من نص الشعب مرتبه الشهري بقى أقل من 80 دولار. البرازيل ما عرفتش تسد القروض بتاعتها، البرازيل أخدت قروض أكتر ووافقت على شروط أكتر من البنك الدولي. في غانا مثلا كان الوضع مختلف شوية، الشروط كانت مختلفة، يعني البنك الدولي فرض على غانا إن أنت عشان تاخدي القرض لازم تشيلي الجمارك عن السلع الغذائية المستوردة اللي جالك من بره. غانا وافقت أخدت القرض، وانس إن غانا طبقت الشرط ده، السلع الغذائية المستوردة اللي جاية من أوروبا غزت أو مالت السوق تماما في غانا. ده عمل مشاكل كتير، لأن السلع الغذائية دي كان سعرها أقل بكتير من سعر الإنتاج المحلي اللي المزارعين أو الفلاحين في غانا بيطلعوه. ده طبعا عمل مشاكل للمزارعين والفلاحين نفسهم، لأن البضاعة بتاعتهم ما بتتباعش، وده عمل ركود في الزراعة والصناعات القايمة على الزراعة. لكن لسه في أمل، دول زي إندونيسيا، ماليزيا، تركيا قدرت إن هي تحقق نجاح اقتصادي كبير، قدرت إن هي تسد القروض، وقدرت كمان إنها تتغلب على شروط البنك الدولي. إزاي الدول دي عملت كده؟ الدول دي لعبت على عناصر كتير قوي للتنمية، كان أهمها حاجة أو أهمها بالنسبة لي يعني ثقافة التصنيع الشخصي أو ثقافة أفراد المجتمع بمعنى أصح. الدول دي بدأت تستثمر في أفراد وبدأت تستثمر في عقول المواطنين. الدول دي شافت إن الاستثمار في العقول أهم كتير من الاستثمار في المنشآت، أهم كتير من الاستثمار في المباني. الدول دي قدرت تقنع شعبها إن هو يكافح مع الدولة ويقف معاها في مرحلة الكفاح والنجاح اللي الدولة بتحاول تحققها. قدرت تقنع الشعب إن هو لازم يمتلك حرفة واتنين ويزود من مصادر دخله. اعتقد دلوقتي اي حد فينا يقدر يقعد في البيت يفتح الانترنت يتعلم حرفة، يتعلم صنعة، يتعلم ازاي يلعب على آلة موسيقية، لغة برمجة يتعلمها، يلعب على آلة موسيقية، وكل ده يقدر يكسب منه فلوس في وقت قليل جدا. هيبقى احسن بكتير من تالي انك تستنى الدولة تستثمر مثلا في مجال الطيارات وتفتح مصنع طيارات كبير وتعلمك وتشغلك فيه. ده هيبقى صعب قوي. الحقيقة انا مؤمن بالثورة الصناعية، مؤمن بالصناعة هي اللي بتخلي حياة الناس أفضل وأسهل. الصناعة هي اللي بتقوم دول وبتبني حضارات. عشان الثورة الصناعية دي تنجح لازم عنصر مهم قوي لازم يكون موجود في الشعب، ولازم يكون الشعب ده مؤمن بيه. العنصر ده اسمه ثقافة التصنيع الشخصي. لو تفتكروا أهلينا زمان كانوا بيصنعوا الجبنة والسمنة في البيت، بدل ما يروح يشتريها، لأ أنا بصنعها بفلوس أقل وعارف مصدر الحاجة دي جاي منين. لا ده كان في اهالي بيبقى عندهم فائض من الجبنه والسمنه فروح يبيعها للجيران وبيحقق مصدر دخل ليه. كم مره انت صحيت من النوم جيت تغسل وشك لقيت الميه قطعه عشان باباك الناحيه الثانيه فاصل الميه عشان بيحل مشكله في السباكه، او في مشكله في الكهرباء فهو قرر بنفسه يحل مشكله الكهرباء دي. هو ده بالظبط الكونسبت التصنيع الشخصي، ان الفرد بيصنع حاجته بنفسه وبيحل مشكلته الصناعيه بنفسه. فاكرين الكونسبت بتاع الاسر المنتجه كنا بنسمعه زمان واحنا صغيرين، اسر منتجه اللي كانت بتصنع سجاد وبتصنع نول وغيره وغيره بتكسب منها فلوس. ده كان سبب الدول او نجاح الدول اللي قدرت ان هي تسد القروض بتاعه البنك الدولي وتتغلب على شروطه، ان الشعب يبدا يتعلم حرفه. انا اتعلم حرفه معينه، انت كمان اتعلم حرفه، انا اقدر ابيع لك منتج، انت تقدر تبيع لي منتج، تعال نعلم بعض، تعال يبقى في اتقان في الحرفه دي، يبقى في مصدر دخل بسيط، في مستوى معيشي اعلى للشعب. احنا ممكن دوله او تبقى مشهوره بصناعه معينه ونبدا ان احنا كمان نصدر حاجه زي كده. هنا الشعب هو اللي وقف جنب الحكومه عشان تتغلب على شروط البنك الدولي مش العكس. انا شايف او في مؤسسات كتير في مصر وبره مصر بتدعم ثقافه التصنيع الشخصي. المؤسسات دي منها مؤسسات الفاب لابس. فاب لاب هو اختصار لكلمه فابريكيشن لاب او معمل تصنيع. ده مكان تقدر تدخل فيه
عندك اي فكره حتى لو بسيطه قوي ليها علاقه بالحداده او النجاره، لحد افكار لسه ما جاتش على الارض فيها انوفيشن، فيها اختراع، تقدر تدخل المكان ده بالتولز والماشينز اللي موجوده فيه والاشخاص اللي هم شاطرين قوي في مجالات مختلفه، يقدروا يساعدوك انك تقدر تحول اي فكره عندك لحاجه ملموسه او بروتوتايب اولي. فاب لاب بدا من جامعه MIT في امريكا، لحد دلوقتي ما بقى فيه اكتر من 1200 فاب لاب على مستوى العالم بيدعم ثقافه التصنيع الشخصي. احنا كفاب لاب ايجيبت بدانا من 2012، بدانا في جراج صغير كده، كان عندنا مجموعه من التولز البسيطه قوي ومكنه صغيره، بدانا ان احنا ندي وركشوبس مختلفه، نشجع الناس انها تتعلم حاجه تكسب منها فلوس وهكذا. لحد دلوقتي ما بقى عندنا اكتر تقريبا من 13 فاب لاب في محافظه مصر. مؤخرا الحكومه بدات تقتنع بفكره ثقافه التصنيع الشخصي. الحكومه دلوقتي احنا مع وزاره الاتصالات بنبني اكبر فاب لاب في منطقه الشرق الاوسط. كمان احنا من سنه بالظبط فتحنا فاب لاب جوه مستشفى 57 للاطفال، لان من حق الاطفال في المستشفيات انها تسمع ثقافه التصنيع الشخصي، من حق الاطفال دي تتعلم وتشوف التولز وتتعلم على المكان ده. كمان احنا دلوقتي بنفتح فاب لابس جوه الشركات، من حق الموظف في فتره راحته يدخل يجرب يصنع اي حاجه بسيطه. احنا كان هدفنا ان احنا ننشر ثقافه التصنيع الشخصي وما يكونش في بيت في مصر تقريبا ما سمعش عنها او اتاثر بيها. من فتره دخل حد علينا في فاب لاب ايجيبت، الشخص ده عايز يصنع حاجه اسمها فيندنج ماشين. فيندنج ماشين المكنه اللي انت بتحط لها الكوينز وبتنزلك القهوه اللي انت بتختارها او البيبسي او ايفر حاجه ايه. الشخص ده وصل لمرحله حلوه قوي فيها، كان فاضل له كام تكايه كده هو مش قادر يكمل، فبس محتاج حد على الخطوه البسيطه دي يساعده عشان يقدر يصنع المكنه. فانا وصلته بالحد اللي يقدر يساعده، فمن باب الفضول بتكلم معاه، انت مجال دراستك ايه او بتشتغل ايه او شركه ايه والكلام ده كله. لكن الاجابه كانت صادمه، الشخص ده لا دخل ثانويه عامه ولا دخل جامعه ولا اشتغل في شركه. الشخص ده كان سواق تاكسي. سواق تاكسي ما كانش عنده الوقت ولا الفلوس ان هو يروح يجي مكان يتعلم فيه لغه برمجه او برامج تصميم او اي حاجه. الراجل ده كان متاثر من خلال الانترنت بالحاجات اللي فاب لابس بتعملها، وكان بياخد الكلام اللي احنا بننزله او الورك شوبس اللي احنا بنقدمها وياخد الكلام كوبي بيست ويروح يسيرش على جوجل ويحاول واحده واحده ان هو يتعلم. الراجل ده اتعلم 3 لغات برمجه، اتعلم برامج بيعمل تصميم ميكانيكي. الحقيقه كانت موقف صادم قوي، يعني اتاكد كمان ان احنا قربنا نوصل ان احنا نسمع او نوصل للناس ثقافه التصنيع الشخصي في البيوت. طلبت مره اوبر فراكب مع السواق، عملت لوكيشن فاب لاب ايجيبت. فاول ما دخلت العربيه الكابتن بيقول لي حضرتك تحب تروح فرع المعادي ولا فرع التجمع؟ سؤال صادم برضو، انت حضرتك عرفت الكلام ده منين؟ يعني انا ما توقعتش ان احنا ممكن نوصل لطبقات مختلفه غير بتوع هندسه او طلبه الجامعات. قال لي انا ركب معايا مره حد كان رايح فاب لاب، فسالته ايه فاب لاب ده، فبدا يشرح لي فعجبني الفكره او الكونسبت، فجبت ابني الصغير مره وجيت عندكم وصنعت كرسي كده لابني الصغير، كنت مبسوط جدا الحقيقه. انا بحب الصناعه قوي، من 8 او 9 سنين بدات ادخل فيها بحاجه بسيطه ان انا اصنع تيشرتات وابيعها. بعد كده لما دخلت هندسه، درست ميكانيكا، حبيت ان انا ابدا اصنع فيها حاجه بس مختلفه. عملنا فريق اسمه منصوره موتور سبورت، ده فريق احنا بنديزاين وبعد كده بنصنع عربيات سباق فورمولا ريسنج، وبعد ما نصنعها بنسافر بيها دول زي انجلترا، بنخش سباقات على مستوى العالم. الموضوع كان حلو قوي ان انت في ثقافه جديده دخلتها جوه الجامعه، حاجه اسمها ديزاين فور مانيفاكتشرنج، ازاي الديزاين اللي انت هتصممه ازاي يبقى قابل للتصنيع وانه يركب في العربيه ويبقى في تيوننج وتناغم للعربيه، لا والعربيه كمان تشارك. احنا كل سنه بيتخرج من عندنا 30 مهندس دلوقتي شغالين في مرسيدس، في اكبر شركات دلوقتي، منهم اللي حكام دوليين في مسابقات في انجلترا في اكبر سباق السيارات. حجم التغيير او الثقافه اللي كان طالع من جوه الفريق كان كبير قوي، الناس كانوا مبهورين. بس اللي كان مبهر قوي بالنسبه لي الناس اللي كانت بتبص علينا من بره، لما اشوف واحده جايبه ابنها، الله انا نفسي ابني يطلع زيكم، انا نفسي ممكن اجيب ابني ادخله معاكم الورشه يتفرج. بس الناس اللي كانت في سننا اللي كانت مبهوره قوي بالحاجه اللي احنا عملناها اللي كانت صعبه بالنسبه لهم من شويه، لا انا اقدر كمان اعمل حاجه احسن منك. انا حبيت الثقافه دي قوي، حبيت التغيير اللي الناس دي بدات تتاثر بيه. عشان كده انا اشتغلت في مؤسسه فاب لاب بقالي اكتر من 3 سنين، شغال حاجه اسمها ميكرز هانتر او الصياد. وظيفتي ان انا بروح اصطاد الميكرز الكويسين واتفرهم مكانه في اي محافظه واوصلهم بالناس اللي عايزه تتعلم، او احاول اوصل 2 ميكرز 2 مصنعين بيصنعوا حاجات مختلفه تماما واوصلهم ببعض وبنحاول نطلع لحاجه ثالثه. انا كان نفسي يكون ليا نصيب في حاجه انا بتقنها واعلمها للناس. مؤخرا انا اتعلمت النجاره والحداده واللحام عن طريق اليوتيوب، بدات ان انا اصنع حاجات بسيطه قوي قوي قوي، زي الفيديو اللي انتم شفتوه. انا بدات اصوره وبجمع الفيديوز دي وهبدا انزلها قريب في شكل حلقات صغيره قوي، يقدر اي حد في اي مكان يقدر يصنع
كبير صغير ولد او بنت. انا جايب معايا حاجه بسيطه، دي اول حاجه انا عملتها، كان رف صغير ونزلت جبت فرع شجره وركبته، دي كانت اول مره استخدم فيها شاكوش ومسامير واحاول حاجه اصنع حاجه. انا دلوقتي بدات اصنع سراير ودولاب وحاجات صعبه قوي انا كنت متخيل ان انا ممكن اوصل لها، بس هتفضل الحاجه دي اقرب حاجه ليا. وعشان مبسوط معاكم النهارده فانا جبت الحاجه دي معايا وحابب ان انا اديها لحد فيكم. بس هيبقى بشكل عشوائي بقى، فيا حظه اللي ياخدها. A9 مبروك. بعد الايفنت بقى استنى. من واقع شغلي انا شايف ان مصر في الفتره الجايه هتتحول من مجتمع استهلاكي لمجتمع منتج. اتمنى ان انت لما تحتاج كرسي للمطبخ عندك ما تفكرش على طول تنزل تشتريه، فكر تجيب شويه خشب وشاكوش، تتفرج على ديزاين على الانترنت يعجبك، وحاول انك تصنع الحاجه دي بنفسك. صدقني ده هيغير نظرتك ويساعدك انك تنشر ثقافه التصنيع الشخصي. شكرا.